بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حال الناس قبل الإسلام. نعم. اعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله في مطلع هذا الكتاب يريد أن يبين حالة الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هم عليه من الكفر والضلال، وما يتخبطون فيه من الجهل، ليبين عظيم نعمة الله ومنه على عباده ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليقارن حالتهم بعد الإسلام مع حالتهم قبل الإسلام، ليظهر الفرق المبين بذلك، ولأجل أن يحذر المسلمون أن يعودوا إلى شيء مما كانت عليه الجاهلية بعد أن من الله عليهم بالإسلام. نعم. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل. نعم، الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين إلى الناس كافة. كان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه. نعم، الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمقتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجمهم لما هم عليه من الكفر والضلال وانطماس آثار الرسالة بينهم، فكانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، فالله جل وعلا نظر إليهم ورحمهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، يعني ماتوا ولم يبق منهم أحد. نعم. قال: والناس إذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل وإما منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي. نعم، الناس كانوا على قسمين في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إما أهل كتاب في الأصل لكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا في كتابهم ومسخوه فلم يعد صالحا للعمل به لأنه مبدل ومغير ومحرف، وإما أميون ليس لهم كتاب أصلا فهم يعيشون على جهل متأصل من البداية،
وهؤلاء هذا ينطبق على العرب لأنهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون وليس بأيديهم كتاب، وإنما كانوا يتبعون، والمتعبد منهم كان يتبع ديانة النصارى، وبعضهم يتبع ديانة اليهود، وبعضهم يتبع ديانة المجوس، كانوا متفرقين في عباداتهم، وأغلبهم ليس لهم انتساب إلى دين، وإنما يعبدون الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار، أمة وثنية. هذه حالة الأميين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فنخرج من هذا إلى أن الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، لأن أهل الكتاب حرفوا دينهم وغيروه وبدلوه وأدخلوا فيه من الوثنيات والشركيات ما أفسده. وإما أميون ليس لهم كتاب أصلا، فهم من الأصل يعيشون على الجاهلية وعلى التقليد الأعمى، كما قال تعالى: وما أرسلنا إليهم قبلك وما آتيناهم من كتب، يعني العرب، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. نعم. قال عن هذين: مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. نعم، هذا في الأميين، هذه حالتهم، أنهم يعبدون ما يستحسنون من الأصنام والأوثان. والصنم هو ما كان على صورة حيوان، وأما الوثن فيعم الصنم والقبر والشجر والحجر، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم ما كان على صورة حيوان. أو يعبدون، بعضهم يعبد الجن، بعضهم يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الأولياء والصالحين، فكانوا متفرقين في عباداتهم لأنهم ليسوا على دين حق يجمعهم مستند إلى كتاب أو إلى سنة، وإنما كانوا يتبعون أهواءهم. حتى إن منهم من يصنع الصنم من التمر ويعبده، ثم إذا جاع أكله، إذا جاع أكله. نعم. قال: والناس في جاهلية جهلاء، من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. نعم، هذا شأن كل من لا يستند في قوله وعمله إلى وحي الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله. نعم، وغاية البارع الحالق منهم أن يكون عنده شيء من العلم الموروث عن الأنبياء السابقين، لكن يمزجه بكثير من الخرافات وكثير من الجهليات حتى يضيع نفعه. نعم. أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع. أو يشتغل بعمل قليله مشروع والكثير منه مبتدع لم يشرعه الله، مثل الحج، فإن العرب كانوا يحجون إلى البيت من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يحجون إلى البيت، ولكنهم كانوا يشركون في الحج ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون الشرك في التلبية، ويدخلون شركاءهم
في التلبية مع الله عز وجل، فهم يمزجون الحق بالباطل، الحق الكثير الحق القليل بالباطل الكثير. نعم. أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي. إن هذا قسم ثالث من أقسام العالم. القسم الأول أهل الكتاب على ما هم فيه من ضلال وتحريف وتبديل. القسم الثاني المجوس الذين يعبدون النار، ويقال إنهم كان لهم كتاب ثم رفع لهم شبهة كتاب. والقسم الثالث العرب الذين يعبدون من دون الله آلهة متعددة. القسم الرابع الفلاسفة، الفلاسفة وهم الحكماء. الفلسفة أصلها الحكمة، فهم الحكماء الذين ينظرون في الأشياء ويستنتجون منها ويتنسكون بترك الملذات والشهوات من أجل أن تصفو قلوبهم. وما أشبه الصوفية الآن بهؤلاء، فإنهم يتركون الملذات والمطاعم والمشارب أو يقللون من تناولها من أجل أن تصفو أذهانهم وتصفو قلوبهم بزعمهم، وليس عندهم علم من كتاب ولا سنة ولا من وحي منزل، فهم يعتمدون على أذهانهم وعلى ما تمليه عليهم نفوسهم التي يزعمون أنها صفت وأنها أدركت الحقيقة وأنها. نعم. قال لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي. نعم. وإن كانوا حصلوا على شيء من النظر، ولكن هذا قليل لا يغني شيئا. نعم. باطله أضعاف حقه. نعم. إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. نعم. الفلاسفة مختلفون فيما بينهم، لا يجمعهم رأي ولا تضمهم طريقة واحدة، وإنما هم متشعبون في مجالاتهم، وهذا شأن كل من لا يكون عنده كتاب إلهي ووحي منزل. نعم. قال فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى. لما شرح الشيخ رحمه الله حالة العالم وانقسامات وذكر انقساماتهم وتفرقهم وتشتتهم في الأفكار وفي العبادات وفي السلوك، ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن العمى إلى البصيرة. فبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم منة على العالم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأصبحوا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لما آمنوا به واتبعوه أصبحوا سادة العالم علما وعملا وحكما، وصار العالم كله تحت سيطرتهم وتحت أيديهم بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض. نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
نعم. قال: فهدى الله الناس هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. نعم، حتى الكفار حصلت لهم نوع من الهداية بأن تراجعوا عن كثير من ما ظهر لهم أنه باطل، وإن لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم انتفعوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة العدل نوعا ما، وفي تعديل الأفكار الجامحة نوعا ما. أما المؤمنون فإن الله من عليهم منة خاصة بأن اتبعوه وآمنوا به واستفادوا من بعثته في الدنيا والآخرة. أما أولئك فقد استفادوا نوعا ما في الدنيا فقط، استفادوا نوعا ما في الدنيا فقط، لكن لما لم يؤمنوا به فإنهم لا يسعدون في الآخرة. أما المؤمنون فحصلوا على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم. قال: حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. كانت منة الله في ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين خاصة منة عظيمة لا تقاس بثمن، الحمد لله، ولا تعدل بأي شيء من هذه الدنيا. وهم يتفاوتون، فالعلماء من هذه الأمة كانت المنة عليهم عظيمة، والمؤمنون العوام أيضا كانت عليهم المنة عظيمة، لكنها دون المنة على العلماء الذين جمعوا بين العلم والإيمان، جمعوا بين العلم والإيمان والعمل. وأما عامتهم فالله جل وعلا أخرجهم من الظلمات إلى النور، ووحدوا الله عز وجل، وتركوا عبادة الأصنام والأوثان، فكانوا على خير وعلى حق وعلى هدى. لكن حظهم من هذه المنة أقل من حظ أهل العلم، فإن أهل العلم من هذه الأمة أعطاهم الله حظا وافرا من العلم والعمل والإيمان واليقين أكثر من غيرهم. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال: ودلائل هذا وشواهده. ويقول الشيخ إنه لو جمعت الحكمة التي حصل عليها أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة الأولين والآخرين لما وازنت الحكمة التي عند الأمم الأخرى ما وازنت أقل قليل من الحكمة التي حصل عليها أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أن هؤلاء سادوا على العالم بحكمتهم وعلمهم فأصبحوا قادة الدنيا. أما أولئك وإن كان أعطاهم الله شيئا من الحكمة والإيمان، لكن ما وجدنا أن أحدا منهم ساد العالم كله كسيادة هذه الأمة. ما قرأنا ولا عرفنا أن أحدا منها أن من تلك الأمم السابقة أنها انبسطت على وجه الأرض وأطاعت لها البشرية كما أطاعت لهذه الأمة المحمدية، مما يدل على تميز هذه الأمة على غيرها من الأمم. نعم. قال: ودلائل هذا وشواهده، ليس هذا موضعها. نعم. ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم. نعم. بماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعثه الله بدين الإسلام، والإسلام هو دين جميع الرسل. نعم. فالإسلام هو دين الله عز وجل من أول الخليقة إلى آخرها، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. والإسلام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسبه. فمن اتبع رسولا من الرسل
وتمسك بشريعته في وقته فهو مسلم، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام هو ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم. والإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يتلخص الإسلام في هذه الكلمات: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فمن لم يستسلم لله عز وجل فهو مستكبر، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، والمستكبر والمشرك كلاهما في النار. أما من استسلم وانقاد لله عز وجل وتبرأ من الشرك وأهل الشرك فإنه هو المسلم الحقيقي، وبعثه بالصراط المستقيم وهو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا الصراط نسأل الله أن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه في كل ركعة من صلاتنا بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، نحن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فالذين جمعوا بينهما هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم درجات، أعلاهم درجة الأنبياء، ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. كلهم أنعم الله عليهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تمسكوا بهذا الصراط المستقيم. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أن يجنبنا طريق الصراط المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. ويتمثل هذا في النصارى، يتمثل هذا في اليهود، فإنهم أهل علم لكنهم عطلوا العمل واتبعوا أهواءهم. والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. ويتمثل هذا في النصارى، فإن عندهم رهبانية وعندهم زهدا وعندهم، لكن لا يعبؤون بالعلم، يعملون على غير علم. ويشبههم في هذا كل أصحاب البدع والمحدثات والخرافات من هذه الأمة، الذين يتقربون إلى الله بما لم يشرعه من البدع والخرافات والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. يشرحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، وتقبلوا في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.